احمد حسن وحسني عبد ربه. قارن بين الاثنين دول وكل دول على بعض. احمد حسن وحسني عبد ربه دي لعيبه تقدر تغير ماتش، عندهم سكيلز، من بره يشوط لك يخلص لك ماتش، جاب جون بشوط بالهبل. الاثنين دول كانوا مخلين مصر سيده افريقيا، حيث خط النص ما فيش الكره بتتمرر سهل، عندهم سرو باص عالي جدا من بره، بيمرقصوا صراع. احمد حسن بيلعب في كذا مركز، بيقطعوا كويس جدا، استخلاصهم للكره عالي، الاستامينا عاليه عندهم، الجري بالكره عالي، الاحتفاظ بالكره عالي، المهاره عندهم عاليه، بيشوط من بره، بيمرقص، وهو ديفندر اهو بيلعب في نفس المركز بتاع طارق حامد وبتاع الناس اللي النني وكل دول. احنا ليه ما عنديش منتخب؟ عشان عندنا زي دول حشو كتير. هنا الاثنين دول كانوا فارقين، كانوا حاسين ان احنا فليكسيبل قوي في الحركه، بنلعب بلعب سهل انك تاخد الكره وتمرقص وكل حاجه موجوده عندك. عندنا اثنين في لحظه ممكن يجيب لك شوط.